صنفت دراسات عالمية ومحلية في مجال الاتصالات صنفت العراق بين الدول المتأخرة في تأمين خطوط اتصالات خلوية وشبكة إنترنت سريعة تصل إلى جميع السكان بالتساوي وبكلفة تتناسب مع مدخولاتهم. في إقليم كردستان الذي سبق باقي المحافظات العراقية بجبهة الاتصالات تعمل عدد من الشركات المرخصة من هيئة الإعلام والاتصالات الاتحادية منذ عام 2003 بشكل رسمي، سواء في مجال خدمات الاتصالات الهاتفية أو الإنترنت، إلا أن أغلب المشتركين الذين التقينا بهم وخاصة سكان المناطق خارج المدن الكبيرة لديهم الكثير من الملاحظات فيما يتعلق بتأمين اتصالات سريعة ومحادثات دردشة أو فيديو في كل مكان وخاصة بين الشركات المزودة لهذه الخدمات.